يرقص فيه. مهاجم قدم من طنجة يلعب كمهاجم أول أو حتى خلف المهاجمين. يعشق الرقم 9 وزيارة الشباك. المهدي الذي لم يتجاوز عمره 14 عاماً ينظر إلى بن مبارك والتيموم والظلم كقدوة، ويعشق الساحر ميسي والعبقري رونالدو. المهدي يحلم أن يحمل ذات يوم القميص الوطني، كما يسعى للاحتراف في أحد الأندية الأوروبية. أنا كلعبت سعود أتاكو، مرة كلعب نفيد ميزة ما مولا أتاكو. وشنو كتحلم تكون؟ واش كتحلم زعما تكون نجم صاعد؟ ان شاء الله هذا حلم اي لاعب في العالم كله، يعني يمثل المنتخب الوطني ويمثل شي فرقه تكون مزيانه. اللاعب اللي كتشوفو قدوه ليك، اللاعب القدام ولا من اللاعب الجداد؟ كاين بزاف اللاعب منهم لاعب ديال القدام ديال المغرب، تيمومي، الظلمي، بن مبارك، زعما هاد اللعابه ما كيتنساوش. واللاعب اللي كاينين دابا كاين ماريو غوميز، كاين ميسي، كاين كريستيانو.